بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت I'm going to go to the next one.
إني ظننت أني ملاق
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.